بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الرحمن بقول من مدينة فاس، المدرب الأول لفريق اتحاد بوقرقوش. لي الشرف نكون أستاذ المجموعة الشريفة ديال فريق اتحاد بوقرقوش. الحمد لله، من بعد ما تم منادات عليا كمدرب الفريق، تكلمنا في الأول على واحد لوبجيكتيف اللي هو الصعود للفريق القسم الموالي، القسم الثالث. الحمد لله جيت وشفت الامور كيفاش دايره، لقيت الامور الحمد لله موفره، جميع الامور ماديا ومعنويا. كان بعض شي خصائص من جهه اللاعبين، جبناهم مدينه فاس كذلك اللي عطاونا اضافه. الحمد لله بعد التعثر ديال جوج دورات الاولى، كان تعادل داخل الميدان وخساره خارج الميدان ضد نهضه تمسمان. كان بعض شي حويجات اللي قدينا وسط الفريق، الحمد لله تجاوزنا ذيك الامور من الدورة جوج، وحنا في نتائج إيجابية الحمد لله لحد الآن. حتى لينا المركز الأول، مازال لينا الخطوة الأولى باش نحققوا الهدف اللي سطرناه في الأول سنة. والحمد لله من بعد الربح ديال البارحة ضد جمعية عين زورة، تقريبا واحد 99% اللي تحقق الصعود، وليا الشرف كبير باش نكون ضمن هذا الإنجاز هذا. وكنبغي نشكر جميع المكتب المسير على رأسهم السيد الرئيس سي محمد حداش، اللي ظروف ما حضرش معنا. كنشكره جزيل الشكر، اللي الصراحة موفر لنا جميع الأمور ماديا ومعنويا. كذلك الأخ والصديق سي محمد العسل نائب الرئيس، اللي صراحة كلمة شكر ما تكفيش، حيت داكشي اللي وقف معايا في جنبي أنا، بخصوص الدورات الأولى اللي كنت ما ساعدناش لحد فيهم، الوحيد اللي لقيته تقريبا مساندني وثق فيا واحد الثقه كامله، والحمد لله ربي ما خيبش، تحقق الانجاز. كنبغي نشكر جميع اللاعبين، هما الاولين والاخرين اللي رجال بمعنى الكلمه، اللي تحملوا معايا هذه المسؤوليه ودرنا يد في يد من بعد الدوره الاولى ومن بعد الدوره الثانيه، وهزينا هذا الحمل اللي الحمد لله ربي وفقنا للخير. كنبغي نشكر اصدقاء العمل السي رشيد والحداوي والسي حافظ على هذا، حتى هو اللي لقيتهم جنبي. وهذا الانجاز راه ماشي انجاز بوحدي، راه انجاز متشارك لا ما بين المكتب المسير ولا اللاعبين اللي هما الاولين ولا التقنيين، والحمد لله هذا فضل من عند الله عز وجل. كنبغي نشكر الجمهور رقم واحد اللي صراحه ساندنا من الدوره الاولى حتى لحد الان، ما بخل علينا حتى شي حاجه، جمهور حضاري. الحمد لله من بعد التعثرات ديال لقيناهم بجنبنا وساندونا وثقوا فينا، والحمد لله ربي وفقنا. كنبغي نشكر جميع المسيرين. الصراحه اتحاد بوقرقوش عنده واحد مشوار زوين، وعنده واحد طريقه عمل احترافيه. اتحاد بوقرقوش عندها تقول كلمه ديالها مستقبلا بالخصوص كرة القدم، حيث بالفعل عندها رجالة من جميع الأمور وعازمين باش يحققوا واحد الإنجاز. أمور الهدف اللي مسطر باغيين يوقفوا حتى الهواة ولما لا حتى الدوزيام ديفيزيو، هذا ليا الشرف باش نكون ضمن هذه المجموعة هذه. وأنا عند حسن الظن الفريق، ما حدي كنعطي إضافة، وأنا إن شاء الله تحت الإشراف ديالهم. ونولي نقولها، ليا الشرف باش نكون وسط المجموعه الشريفه اللي الصراحه خدمت معها بزاف ديال الفرق، من ضمن الفرق اللي ارتحيت لهم ماديا ومعنويا، وبزاف ديال الامور اللي كيقلب عليها اي مدرب. كنبغي نشكر جميع المسيرين وجميع الجمهور وديال اتحاد بوقرقوش، وشكرا الاخ الكريم على الاستضافه.